جالي دايوغ ان طونك ارتيست وجيت ليه باش تكون اول تجربه نحيد بها لو تراك نشارك بها الفن ديالي مع الناس و اون ميم طون تكون انطلاق ليا باش نبارطاجي الفن ديالي و بيتيتغ نبدا كنبيع لي طابلو ديالي من بعد. بديت الرسم ملي كنت صغيره وبديت كنحقق الهويه ديالي الفنيه شويه بشويه كل ما كبرت. هذه دابا شي 3 سنين تقريبا باش بديت كنرسم طابلوات اللي كيمثلوا الشخصيه ديالي وكيمثلوا لا سيغناتور ارتستيك ديالي. الوان ديما عندي الطابلوات ديالي كيكونوا فيهم الالوان بزاف، الوان نقدروا نقولوا زاهيه اللي كيعبروا على لو كاركتير ديالي الشخصيه ديالي. اون ميم طون كنرسم دي طابلو اللي فيهم بزاف ليموسيون، فيهم المشاعر، كيوصلوا دي ميساج بارفوا، كيخليوا الانسان يحس بشي حاجه. اي لي تيكستور كنستعمل لا بينتور، اي اون ميم طون ديرنييرمون كنستعمل حتى شويه ديال لوندوي باش كيخرجوا شويه لي تيكستور في لي طابلو. نوازن ما بيناتهم بجوج، ندير داكشي اون ميم طون سيمولتانيمون، حيت بالنسبه ليا الفن ماشي كياخذ من وقتي ولكن غير كينظمو وكيزيد ليه كيعطيني ان سونس للحياه ديالي. سي اوسي ان ايشاباتوار من لو ستريس ديال القرايه، كما كتعرفوا ديجا لي زيتود اون ميديسين شي حاجه اللي تري تري ستريسانت. لاغ سي بلوتو البلاصه فين كنهرب من لو ستريس، فين كنحط لي زيموسيون ديالي، اون ثيرابي. مدرسه محدده منين كنستلهم الفن ديالي، عاده كنخلي داكشي اللي جا من الداخل ديالي هو اللي انتربريتي لاغ ديالي. كاينين دي زارتيست اللي بيان سور كيعجبني الفن ديالهم بحال فان غوك ولا فريدا كاهلو ولا بزاف ديال لي زارتيست اخرين، ما عنديش السميه ديالهم كاملين بالضبط، ولكن عاده كنمشي في شي حاجه اللي بيرسونيل ماشي مستوحات من شي فنان بالضبط.